والله والله وش راح نقول لك، كارثه صارت، كارثه سي طادير اللي الواحد ما توقعهاش خلاص، فهمني هذا جارنا مسكين سي طادير، وش راح نقول لك من ناس طيبين بيه بالعائله تاع اولاده وثانه متربيين الله يبارك، الشيء اللي صرا يعني ما وش راح نقول لك، ماكمش مصدقين يعني ما يتصدقش، فهمني ما يتصدقش، ما يتصدقش باسكو السيد راه وش راح نقول لك يعني معانا بالقدر، فهمني الله يبارك، وش راح نقول لك معروف احنا طيب. معروف اخلاق طيبه اخويا، يعني احنا نقول ربي يرحمهم اللي ماتوا، فهمني وهو الله اعلم وادرى وش، فهمني كيف جاري بنعرفه تكون بحدايا مكرم والناس كل يحبها، ما نعرف كيف راني نسكن هنا انا بحدايا تسمى حتى نسمع في الحمايه المدنيه. نعم الناس كل مشوك يعني طيب اخويا، كل واس عائله كل طيبه، كان مرته وسي ناس ملاح ما فاهمين الطيبه ما نكذبش عليها. انا قاعد جيت عند الوالده ونسمع في لي بومبي، خرجت نجري قلت لها يما كاين حاجه، مشرت لي بومبي لقيت السيد مطيش ورا الباطيمه طيش روحه واش ما بيش صرام بعدك، قال لك كاين كريطه لداخل على خل لقاو دراري في ثلاثه دراري موتوا وماهم المراه تاعو، وهذيك يعني مربي هدى وعلى السبيطار. هذا بصح انسان طيب اخويا نعرفوه، جارنا الناس كل تعرف هذا، واش نقول خويا الانسان هذا خويا نعرف عليه كل خير خويا برك، هذا واش راح نقول لك اخويا، وربي ان شاء الله يكون معاه في مصيبته اخويا، هذا من كو هذا من قوله برك، الناس كل تحبه يعني. والله حتى عادي يعني، هو الانسان اللي نعرفه من قبل انسان طيب وشفنا منه غير الخير يعني، جارنا عندنا واحد العامين من نعرفوه يعني، جاتنا صدمه كما الناس كل جات الناس كل صدمه يعني، ما كنا نعرفوا عليه غير الخير، ودي حاجه تقعد حاجه في كما نقولوا احنا في الغيب، والغيب يعلمه ربي سبحانه، وان شاء الله يكون كل واحد يدي حقه اخويا، هذا واش نتمناه وان شاء الله. بيان سير نعم اخويا، والله الحاجه هذه الانسان دوك هذه عادي يخف دوك، التاويلات كل مفتوحه اخويا، دوك احنا ما نعملهاش شي الحاجه اللي صرا اكزاكت، دوك كاين مؤسسات في الدوله هي اللي حتى كما نقولوا احنا تخدم خدمتها هي، ان شاء الله يبان الحق اخويا، وان شاء الله نكونوا احنا ربي يرزقنا للامن والعافيه ان شاء الله دنيا واخره، ربي يرحمهم ويثبتهم ان شاء الله، هو لكن ما ماتش ان شاء الله ربي يرجعوا السالم ان شاء الله، وش حنقول ربي هم ربي يرحمهم، مش سهل اخويا الانسان الدنيا دي صح راهي صعيبه، بصح الانسان خبر كيما كاين مش سهل، الانسان يتصدم اخويا في اي الحياه هذه، ما هي الانسان بين ليله وضحاها العبد كن فيكون اخويا، الحاجه هذه راح نقول ربي يرحمه وبركه وخلاص، وان شاء الله يرجع حقه في اخر يرجع حقه من العائله، يعني عائله كامله سبحان الله، مش قال العبد هذا ساعات كيف في بلاصه واحده اخرى يموت قط ولا حاشك حيوان كارثه، فما بالك عائله كامله اخويا ربي يرحمهم، وان شاء الله يبان.